إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. أتيتكم اليوم بموقع لربح العملات الرقمية بالمجان. هذا الموقع لديه عدة طرق للربح. عندما تتسجلون عن طريق وضع اسم المستخدم، إيميل، كلمة السر، قاعدة كلمة السر، تضغطون الكبشة، تضغطون على ريجستر، ثم تضغطون على لوجين. تدخلون إلى هذه الصفحة، تذهبون إلى هنا، تضغطون على والت لوضع عناوين المحافظ المربوطة بالفوسيتيف. إخوتي نغلق هذه النافذة، مثلا هنا البيتكوين، ديجي بايت، مونيرو، زد كاش، دوت كوين، ليت كوين، والزد كاش، والبوت كوين، والكابي 3 كوين والت. إخوتي هنا ستجدون، دائما هنا ستجدون البالانس، تسحبون من هنا. هنا الإحالة 10%. طريقة العمل، أولا طريقة الربح الأولى هي الفوسيت، يقول لك الموقع لا تستعمل الفي بي ان والبروكسي. اخوتي لا تضعون حسابات، عدة حسابات، لا تستعملون اد بلوك اخوتي، لا هي الصنابير اخوتي. هذا البيتكوين يعطيك من 11، يعطيك 11 الى 22 ساتوشي. تضغطون هنا للكليب، هنا الديجي بايت يعطيك من 5,373,680 إلى هذه القيمة، 10,774,360. الإكزامير أو المونيرو هذه هي القيمة، البي تي إكس هذه هي القيمة إخواتي. انظروا يوجد عدد من العمل. هنا الليتكوين تستطيع أن تربح من 835 إلى 1669 ليتوشي. هذا هو رابط الإحالة إخوتي. الدوكوين من 0.24 إلى 0.55، سنضغط عليه لنرى. هكذا يجب أن تضع أولا العنوان، سأضع العنوان المحمود. نذهب إلى القصيدة بإخوتي، نضغط على ديبوزيت هكذا، نأخذ العنوان هكذا، دائما نضغط هذه النافذة. لايك للفيديو إخوتي إن أعجبكم هكذا، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا بعد ليصلكم كل جديد. نفس هذا رابط هكذا، كوبي هكذا، نعود إلى الموقع، نذهب إلى واليت هكذا. أين هو الدوكوين؟ ها هو، ننزع هذا الصفر هكذا اخوتي. ابديت نعود الى الفوسيت اخوتي، نضغط عليها هكذا. نذهب الى الدوكوين، هيا اخوتي نضغط عليها هكذا، نتخطى هذه الكابتشا. ثم ننزل نضغط على فاليدة كليم، نتخطى هذا الرابط المختصر. نغلق هذه الصفحة هكذا، نضغط هكذا sponsor of site، ننتظر بعض الثواني. هنا حداش
هكذا اخوتي نضغط على سكيب هاب، نغلق هذه النافذة المنبثقة، نعود الى الموقع، انظروا لقد اعطانا 0.3. نذهب هنا الى البالانس كذا، هيا اخوتي انظروا هيا بالانس كل العملات التي لدي. هنا البي تي سي، اضغط على الاعلانات. هنا اذا وجدت النقاط تقوم بتبديل النقاط الى الساتوشي. هنا بيع الكريديت، هنا ويذر ايرنينج، نضغط على فيو ادز هكذا. هاي اخوتي هذا اعلان وهذا اعلان يدفع بالكريديتس. نضغط على هذا الإعلان هكذا، ننتظر بعض الثواني هكذا، ننتظر هذا الخط. الصورة المقلوبة أو الصورة المختلفة هي، انظروا لقد تم احتساب الإعلان. لدي 5 كريديتس، هنا نستطيع تبديل هذه الخمسة إلى الساتوشي. نضغط على هذا 5 وتختار العملة، مثلا نختار الدوكوين، نضغط على اكسنج. إذا الحد الأدنى للاستبدال هو 700 كريدت اخوتي. هنا الألعاب، هاي الألعاب اخوتي، هنا البونيس، البونيس اليومي وبونيس فيديليتي أو الوياليتي الذي يتم دائما إلى هذا الموقع، وهنا بونيس كل أسبوع. هنا التعدين اخوتي هكذا، تستطيع أن تعدل، تضغط على ستارت ويبدأ يعدل، تترك الصفحة هذه تشتغل لوحدها. هنا يوجد صنابير أخرى خارجية تضغط عليها، وهنا مواقع لاختصار روابط من أحسن مواقع لاختصار روابط، هنا من أحسن الصنابير. أخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.